الجيش الأردني يعلن مقتل وإصابة عدد من المهربين أثناء محاولتهم تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن. لليوم الثالث توالياً، اشتباكات بين مجموعات مسلحة تابعة لقوات الحكومة السورية في الرستن بريف حمص وسط سوريا. سلطات النظام التركي ترحل أكثر من 300 لاجئ سوريا إلى المناطق المحتلة خلال 48 ساعة. وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل 127 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 بهجمات إسرائيلية على القطاع. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف ومواقع تابعة للحوثيين في اليمن. قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل العشرات من جنود النظام التركي في منطقة الزاب بإقليم كردستان. مسؤول إيراني سابق يقول أن المرشد الإيراني علي خامنئي يغمض عينيه عن الحقائق الكارثية في البلاد.